كشفت دراسة حديثة مجموعة متخصصة في أبحاث السوق الرقمية شملت طبعا أسواق الإمارات والسعودية عن طفرة تشهدها منطقة الشرق الأوسط نحو زيادة الاستهلاك في الأغذية والمشروبات النباتية. وأوضحت الدراسة أن أقل من ثلث المستهلكين لهذه المواد هم فعلا نباتيون ويتناولون اللحوم من حين لآخر. المزيد في هذا الاتصال مع الدكتورة شوق العشملي، أستاذ مساعد في التغذية الأكلية في جامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا دكتورة شوق، منورتنا في ساعة شباب. وبداية أكيد، ماذا يمكن أن نستخلص من هذه الدراسة وهذه الأرقام؟ أهلا فيك، مرحبا لميا. هذه الأرقام والنسب في الواقع تبين لنا زيادة وعي المجتمع بما يخص طبعا الاستهلاك النباتي مقارنة بالاستهلاك للمنتجات الحيوانية. فزيادة الوعي طبعا بيرجع لكم المعلومات اللي للدراسات اللي طبعا صدرت حديثا. طبعا هذه الدراسة بتبين بين السعودية والإمارات كيف الوضع بالنسبة للتوجه نحو ناحية الاستهلاك النباتي، لكن هذه الوعي أو الارتفاع في هذه النسبة ما جاء من فراغ. في طبعا دراسات كانت في أساس أن يصير هذا التوجه من المجتمع ناحية الاستهلاك النباتي أكثر منه في الحيوان. طب يعني برأيك دكتورة، إيش هي الأسباب اللي أدت اتجاه أكثر للأغذية النباتية؟ يعني هل ممكن نقول أنه وعي حول الصحة صار متزايد في الفترة الأخيرة بشكل أكبر؟ هو في الواقع زي ما ذكرت كم المعلومات اللي من الدراسات اللي درست تأثير المنتجات النباتية على صحة الفرد، فكان في دراسات في السنين الأخيرة بتقارن تأثير المنتجات النباتية على الشخص مقارنة بالمنتجات الحيوانية، ودائما كانوا بيشوفوا إنه المنتجات الحيوانية بيرجع لعدة أسباب فيها، مثلا ارتفاع الكوليسترول في المنتجات الحيوانية، ارتفاع الدهون المشبعة بشكل عام، الدهون الضارة. فليقولوا إن الأشخاص مثلا اللي بيعانوا من أمراض مزمنة حالتهم بتسوء، مضاعفات تسوء. طبعا هذه الأشياء كلها الناس صار عندهم وعي فيها، حتى الأشخاص اللي ما بيعانوا من أمراض مزمنة لقوا أنه اعتمادهم في أكلهم على المنتجات الحيوانية بشكل كبير أدى أنه ممكن في توقعات السنين الجاية أنه ممكن يصير عندهم أو يصير يعني يتطور عندهم موضوع الأمراض أو يصير عندهم أمراض مزمنة. فهذه كلها أيضا كمان في دراسات ثانية شافت الأمراض السرطان، كيف الأشخاص برضو اللي بيعتمدوا على المنتجات النباتية لقوا أن السرطانات عندهم بتكون يعني ما بيتعرضوا لها أو ما بيهم أقل من الأشخاص اللي اعتمادهم على المنتجات الحيوانية. فهذه الدراسات كلها الناس عندهم وعي فيها، عندهم اطلاع عليها بعدد من السنين، فصار التوجه يعني هذا شيء أساسي أن التوجه صار أكثر للمنتجات النباتية منها للحيوانية. طب يعني لو سألتك مثلا دكتورة شوق، ما هي القاعدة الغذائية الصحية يعني في التوازن ما بين الأغذية النباتية وأيضا اللحوم الحيوانية؟ وما نعرف يعني ما نبغى نكون نباتيين أبدا. أيوة أكيد، أنا كمان واحدة منهم ما بكون هي. خصوصا أنا حب الأكل. أي والله حتى أنا يعني وما ننسى يعني كمان يعني البروتين هو مصدر أساسي جدا بناخده من اللحوم الحيوانية في النهاية. صحيح، عشان كده يمكن يكون أفضل شيء هو الموازنة في الغذاء، هي أفضل طريقة، وخصوصا عشان نسهل على المستمعين أنه يعرفوا أنه يستخدموا الطبقة. فباستخدام الطبق الصحي، كيف يكون الطبق الصحي؟ يعني الشخص لما يجي يبغى ياكل يعني يحرص انه يكون الطبق حقه نص الطبق خضار وربع نشويات اللي هي دول الحبوب الكامله، والربع الباقي يكون بروتينات. طبعا هذا لو الشخص مشي على هذا النظام وكان الربع من الطبق الشخص عباره عن بروتينات متنوعه ما بين نبات وحيوان، هو بكذا راح يكون اغلب وجبته عباره عن نباتات والقليل منها بروتينات، وبكذا حقق المعادله او الموازنه الصحيحه، وكذا حافظ على نفسه من انه يتعرض لاي امراض. واذا كان يعاني من امراض مزمنه كذا برضه بعد عن المضاعفات اللي ممكن تحصل له من الاعتماد على المنتجات الحيوانيه. جميل جدا، هذا هو افضل شيء. صحيح، أتفق معك 100%. الموازنة في كل الأمور أفضل لحياتنا من الناحية الصحية بالتحديد، وصراحة معلومات مهمة جدا، نشكرك عليها دكتورة شوق، يعطيك ألف عافية، نورتينا وشرفتينا.
شكرا لك، شكرا لنا. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل ناصر السميري يحصد الذهبية في دورة الألعاب السعودية.